الاستاذ سلم طبعا. بس قلت لك السياره مع الشمسيه شو بيسكت الاستاذ سلم. لكن انا بتعامل بالفن مع مسنى بجديه كامله وهو كمان نفس الشيء. دليل على ذلك انا في كثير من الاعمال اللي اشتغلها انا ما اشتغلت فيها لانه هو ما شافني مثلا بهي الادوار. انا بتعامل مع مسلسلات مسنى بحرفيه عاليه جدا. حسيت انه بمسلسل القعقاع في شيء محطوط حاطه براسه مسنى مش عارف شو هو. لهلا ما قادر يعرف شو هو. احنا اليوم ما راح نخلص التعليقات استاذ سلوم. انا عارف. فلما رحت تلبكت يعني ما بعرف شو بالضبط بدي اوصل رساله انه هذا كمان موضوع صعب انك تتناوله. صعب الاقيها مخرج انه يتناول شخصيه لشخصيات معروفه يعني تاريخيه وخاصه انه هي الاعمال معموله فيما قبل بافلام الرساله بمسلسلات فيما لعب شخصياتهم قبل ممثلين العرب. احنا شو بنعمل جديد؟ فرحت اول يوم على التصوير وخايف ومرعوب فعلا شو بدي اعمل هاي الشخصيه ما عندي اي شيء بذهني. وجدت الاستاذ مسنى عم يعطي ملاحظه لاحد الممثلين عم يقول له لو سمحت هذا الاداء اداء سيء هذه مبالغه ما بصير تعملها لازم تأنسن هاي الشخصيه. طبعا الممثل هذا كان الاستاذ سلوم. وين فايت الفوتي؟ لا لا اليوم شوف ردها لك بس بشكل في تشويق درامي يعني. طبعا لا طبعا طبعا نحن متعلم من الاستاذ. لا بس هاي عارف طبعا متعلم على كبر الاستاذ سلوم وتواضع الاستاذ سلوم انه انت تتجرأ تقول له هذا الكلام. انا متواحد بيكم عاد عيني على كل الاحوال الوضع احنا متعلم. اطلع لبرا خليه ياخذ له راحه شوي يرجع له. هو لانه انا بلشت اجي جدي عم بحكي انا قلت لك فيها تشويق درامي يعني. وبعدين انا لاحظت السلوم مساعد كثير يعني كان مركز في الانتباه في شرحك. انا كان رحت على طول وعطيته حقيقه تجربه مع الاستاذ سلوم تجربه مهمه جدا كممثل. الاستاذ سلوم من الناس اللي ما بيمثل الا ما بيعطيه ملاحظه باحترام بحدود الممثل اللي بيخاف على الناس. هاي حقيقه بدي اقولها على الشاشه ما بتترقع. ايه فانا مثلا لا بس حلوه بس انا بيني وبين حالي والله انا بنصح المخرج خل فاصل وخلنا نرجع فاصل ما عليه. استاذ عبد الله استاذ تيسير ما عليه ناخذ فاصل اذا كنتم مستعدين لهذا الموضوع.